فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق أحاديث تذم ما كان عليه أهل الجاهلية، قال: وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريه دمه. قال المحقق: لم أجده ليريق دمه. قال المحقق: لم أجده في مسلم بهذا اللفظ، وإنما وجدته في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أمور حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو من أمور الجاهلية، وهو محل الشاهد في الحديث، وهو محل الشاهد من الحديث. الأمر الأول: الملحد في الحرم. والملحد هو الذي يفعل الإلحاد، وهو المعصية، لأن الإلحاد في اللغة هو الميل، والمعصية ميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والمعصية محرمة في أي مكان، ولكنها في الحرم أشد، لأنها مع كونها معصية فهي انتهاك لحرمة الحرم، فيجتمع فيها مفسدتان. هذه واحدة. والله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والثانية: المبتغي سنة جاهلية. والسنة المراد بها الطريقة في اللغة، والمراد بها هنا عمل شيء من أعمال الجاهلية، كالنياحة على الميت، كالعصبية للقبائل والأشخاص، وكالاستسقاء بالنجوم، غير ذلك من أمور الجاهلية وخصال الجاهلية. فالذي يحيي سنة من سنن الجاهلية هذا قد ارتكب إثما عظيما، لأن الإسلام جاء لمحو الجاهلية وإزالتها وإبعاد الناس عنها، لأنها شر محض. فالذي يحيي سنة من سنن الجاهلية يكون ذنبه أعظم. والثالث: الذي يستحل دم امرئ مسلم بغير حق أو دم معاهد، وهو النفس التي حرم الله بالإسلام أو حرمها بالعهد. فالذي ينتهك هذه الحرمة، الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد مسيرة 40 سنة. رواه البخاري. والشاهد من هذا الحديث: مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، فدل على أننا ممنوعون من كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة من الأقوال والأفعال والاعتقادات وغير ذلك.